السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع معتمد على الذكاء الاصطناعي في ان هو يوفر لك الوقت بتاعك، تمام؟ طيب الميزة فيه ان فيه اكتر من 30 نوع من انواع الذكاء الاصطناعي، مش منه كريدت كارد ريكوايرد، فري ترايل تقدر تجربه. طيب تعالى نبص على السعر وبعد كده نرجع تاني. بيقول لك فيه فري، بيديك 10 AI كومنتس كل شهر، 1500 AI وورد كومنتس في الشهر، وشكله عربي لان هو في كلام فلت منهم عربي اهوت، تمام. انا بشتغل حاجه بترجم يعني انجلش عربي، هو تقريبا موقع عربي. طيب جميل جدا، اتمنى ان هو الموقع يطلع كويس. طيب هنا ممكن تعمل ملخص، تديله حاجه هو يلخصها لك، تديله تقول له اعمل لي مقولات، اكتب لي اشرح لي كأن انا عندي 5 سنين، اكتب لي كلمات الاغنيه، قول لي نكته. بلاش تجربه قول لي نكته عشان يعني حفاظا على الصحه يعني. تكست ايموجي، انت تكتب التكست ويحولها لك الصور صغيره. السوشيال ميديا بيو، كل الادوات ديت تقدر انت تستخدمها زي ما انت شايف، في حاجات كتيره جدا ومختلفه وان شاء الله تطلع كويسه. بيقول لك دي صور اتكونت من خلال الذكاء الاصطناعي بتاعه، يعني تقدر كمان تكون صور من خلاله، تقدر تتكلم وهو يحول لك الكلام ده لتكست، وتقدر تعمل شات. طيب انا انصحكم الموقع ده لازم تجربوه ان شاء الله. طيب هو جاب لي الرساله ديت، لازم اوقف، هو تقريبا معتمد على الاعلانات. طيب مفيش مشكله، بيقول انت على الفري، تمام. طيب خلينا نشوف حل المشكلة ديت. زي ما انت شايف في قوالب جاهزة، في تفريغ الصوت للنص، في إمكانيات كتير جدا، تمام. هو بيديك يعني حاجات مجانية كل فترة، فدي حاجة كويسة. في قوالب نصية، في مستند AI، ممكن نلخص ملخص ده، انا هتديله حاجة وهو يبدأ ان هو يلخصها لك. في ايش، في كتابة نص، هيكتب لك اغنية وهكذا، في حاجة كويسة جدا. في هو شات جي بي تي، لان اغلب المواقع اصلا بتعتمد على شات جي بي تي، لكن المبرمج ممكن يخصص لحاجات معينة. ممكن صور اي اي يكون لك هو صور اي اي، تكتب له بس التكست، تمام، تبدأ تظهر معاك الصورة.